نتكلم كمان شوية عن فريق طائرة السيدات. يمكن احنا قلنا ان احنا كل حلقة بنحاول نعمل تقرير فريق الاعداد وطبعا وكل الناس القائمين يعني على خروج التقارير وكل القائمين على قناة الزمالك، بنحاول ان احنا ندعم فرقنا طول الوقت، سواء كرة قدم، العاب اخرى، صلاة، طبعا بنحاول ندعمهم طول الوقت بان احنا بنعمل كل يوم طبعا اللي هي زي ما حضراتكم عارفين بطل القصة دي بيبقى للجمنا السابقين واللي رحلوا واللي موجودين وكده، علشان نقول لهم ان احنا دايما فاكرينكم وانكم يعني محفورين في اذهاننا. وبنحاول برضو في التقارير اللي هي بتبقى بعد طبعا الانترو ان احنا ندعم فرقنا اللي داخلين على بطولات، ونقول لهم ان احنا بندعمكم وان احنا بنعمل لكم زي تقارير تحفيزية، ده لكل الفرق على فكرة، بنعمل لكم تقارير تحفيزية علشان نقول لهم ان احنا معاكم وفي ظهركم. فالنهاردة احنا التقرير التحفيزي من نصيب، احنا عملنا لكل فرق الرجال طبعا خلال الفترة اللي فاتت، احنا بنقول لهم ان التقرير التحفيزي النهاردة من نصيبكم، وان انتوا ان شاء الله تقدروا تفوزوا بأقل حاجة 4 بطولات الموسم ده. فريق داخل في 6 بطولات منهم كأس العالم للأندية كأول فريق مصري وأفريقي يشارك في البطولة دي على مر التاريخ يعني، وبنتمنى لهم طبعا الفوز. واكتمل خلاص جميع الفرق اللي هتشارك في البطولة، وان شاء الله الزمالك يقدر يعمل مركز كويس في اول مشاركة، خصوصا وان الفريق تم تدعيمه باكتر من صفقة هتصنع الفارق مع الفريق خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله. كل الدعم كل الدعم كل الدعم لكل ما هو زملكاوي.